أسعد الله صباحكم أعزائي الطلاب المتابع. أقسام جهاز التكاثر الذكري من حيث ما توقفنا سابقا في دروسنا خلال المدرسة. سنتحدث اليوم عن أقسام النطفة عند الإنسان. تقسم النطفة إلى ثلاث أقسام: رأس، قطعة متوسطة، وزي. سأقوم برسمها. إذن هذا هو الرأس، يليه القطعة المتوسطة، وهنا الزي. الرأس، أقسام الرأس، نلاحظ داخل الرأس نواة متكاثفة تحتوي على 23 صبغة. نحن نعلم أن النطفة نتجت عن انقسام منصب خلال تقسم خلايا الأم ولد الأعراس في الخصير. جهاز جولجي الذي يعرف أقسام الخلية، أي خلية، نلاحظ أنه في النطفة تحول إلى ما يسمى الجسيم الطافي. والجسيم الطافي يستقر أو يتوضع في مقدمة رأس النطفة. الجسيم الطافي وظيفته يسهل عملية اللقاح التي سوف نتناولها في الدرس القادم. إذا الرأس يتكون من نواة تحوي على 23 صبغة لأنها نتجت عن انقسام منصب. الجسيم الطافي يتوضع في مقدمة رأس النطفة كموقع، وظيفته يسهل عملية الإلقاح. بالنسبة للقطعة المتوسطة، نلاحظ أنها تتكون من مركزين، مركز قريب ومركز بعيد، ويتوضع حول ويخرج من المركز البعيد صوت يستقر أو يتوضع حوله عدد من الجسيمات الكوندرية. وكما نعلم أن الجسيمات الكوندرية هي مركز إنتاج الطاقة، فهي تقوم بتزويد النطفة بالطاقة اللازمة لحركة الصوت وبالتالي تقدمها خلال مسيرتها وصولا للبيضة في الأقنعة التناسلية الأسرية. بالنسبة للزيل، هنلاحظ الزيل في عنا بدايته مغمض بغمض ليفي، بينما تبقى هو عبارة عن الصوت الذي نشأ أصلا من المركز البعيد. لذلك نكون أنهينا أقسام النطفة. نعيد الأجزاء الرئيسية: رأس، قطعة متوسطة، زي. مكونات الرأس: نواة وجسيم طافي. القطعة المتوسطة نلاحظ وجود عدد كبير من الجسيمات الكوندرية، وظيفتها تأمن الطاقة اللازمة لإنتاج لحركة النطفة كما أسلفنا سابقا. نتابع دروسنا في بحث التكاثر. سنتناول الآن الحديث عن الجهاز التناسلي الأنثوي عند الإنسان. الوظائف الأساسية للجهاز التناسلي عند الإنسان ثلاث: هي إنتاج الأعراس الأنثوية، إفراز الهرمونات الجنسية الأنثوية، وهما وظيفتان تقابل وظائف الجهاز التناسلي عند الذكر تماما. هناك إنتاج الأعراس المذكرة النطاف، هناك إنتاج هرمونات جنسية الذكرية. يضاف لهذا الجهاز وظيفة أخرى، وهي تهيئة الرحم لاستقبال البيضة الملقحة، ومن ثم تهيئة الظروف المناسبة لنمو الجنين وتطوره خلال فترة الحمل. سنأخذ أولا أقسام الجهاز التناسلي. سنستعين بالرسم. لدينا النظيفان، وهما يوجدان أسفل التجويف البطني، وهما يناظران الخصيتين، لهما نفس الوظائف تماما: إنتاج الأعراس المذكرة عند الخصية، إنتاج الأعراس المؤنثة عند الأنثى، إفراز الهرمونات الذكرية
الخصية إفراز الهرمونات الجنسية الأنثوية عند الأنثى. إذا ما بيضان الفرق هون مكان التوقع. لاحظنا أن الخصية تتوضع خارج تجويف البطن في كيس الصفان، أما المبيضان يتوضعان داخل التجويف البطني. القسم الثاني من الجهاز التكاثري الأنثوي لدينا البقام. بجوار كل مبيض نلاحظ وجود بوق. هذا البوق هو النهاية المتوسعة. إذا عندنا المبيض، عندنا البوق، هاي اسمها القناة الناقلة للبيوض. قناتين ناقلتين البيوض توسع بدايتهما نسميه البوق. تتحد القناتين الناقلتين سويتان لتشكل ما يسمى الرحم. يتضيق الرحم في المنطقة يسمى عنق رحم ليمتد بأنبوب يدعى المهبل. إذن أقسام الجهاز التكاثري الأنثوي: مبيضان، بوقان، قناتين ناقلتين البيوض، رحم، عنق رحم والمهبل. المبيض كما أسلفنا سابقا وظيفته إنتاج، يعطي أعراس مذكر أعراس مؤنثة. متى يبدأ إنتاج الأعراس المؤنثة؟ يبدأ إنتاجها منذ البلوغ. وهنا نلاحظ أن عمر البلوغ عند الإنثى بين 11 و 13 سنة. لاحظنا عند الذكور أن الإنتاج يستمر طيلة الحياة، أما عند الإنثى فيتوقف أو نقول يستمر حتى سن اليأس، وهو حوالي بين 45 و 50 سنة. يتم إنتاج الأعراس المذكرة بأعداد كبيرة، بينما يتم إنتاج بويضة واحدة أو عروس أنثوية أو الخلية البيضية الثانوية. سنستخدم ثلاث مصطلحات لمسمى واحد: العروس الأنثوية، البيضة الواحدة، البيضة، والعروس المؤنثة، والخلية البيضية الثانوية. ثلاث مصطلحات لمسمى واحد. لذلك أينما ذكرت العروس الأنثوية فنحن نقصد الخلية البيضية الثانوية، أينما ذكرت البيضة، طبعا البيضة هي بيضة غير ملقحة، مجرد ما ذكرنا كلمة إلقاح تتحول البيضة إلى بيضة، تتحول البيضة إلى بيضة ملقحة. إذن يتم إنتاج بيضة واحدة كل 28 يوم تقريبا وبشكل دوري. ما المقصود بشكل دوري؟ أي يتناوب المبيضان على إنتاج البويضات بحيث يعمل إذا أنتج هذا الشهر المبيض الأيمن بويضات يستريح الشهر القادم، و يتابع أو ينتج المبيض الأيسر الشهر التالي بويضة جديدة. إذا إنتاج إذا قارنا بين الأعراس المذكرة المؤنثة حيث فترة الإنتاج إنها منذ البلوغ يتوقف في سن اليأس بويضة واحدة كل 28 يوم. نسمي عملية خروج الخلية البيضية الثانوية من المبيض بالإباضة. إذا ما هي الإباضة؟ هي عملية تحرر الخلية البيضية الثانوية من المبيض. هي عملية تحرير الخلية البيضية الثانوية من المبيض، وتتم تقريبا وتحدث تقريبا في منتصف الدورة الجنسية التي سنتناول الحديث عنها لاحقا. عندما تحرر الخلية البيضية الثانية من المبيض وخوفا من سقوطها بجدار بجوف تجويف البطن، تقوم أهداب البوق بحركة مستمرة تعمل على التقاطها وإدخالها البوق، ومن ثم نقل القناة الناقلة للبيوض. إذا البوق
يعمل على التقاط الخلية البيضية الثانوية، الخلية البيضية الثانوية بعد تحول منها المبيض. الخلية البيضية الثانوية في عندنا فرق تاني، في إذا حبينا نرجع بس مرة تانية من خلف، إن الخلية البيضية غير متحركة. أما النطفة فهي متحركة لأنها تمتلك زينة وصوت يعمل على تساهم طبعا القطعة المتوسطة والزير بحركة النطفة، أما الخلية البيضية الثانية فهي متحركة. فبمجرد دخولها للقناة الناقل البيوض يوجد احداث خلايا مهدبه بالقناه الناقله سوف تعمل على دفعها باتجاه الرحم، وهي وظيفه القناه الناقله للبيض. اذا المبيض ينتج البويضات بويضه واحده كل شهر، تتحرك منه بعمليه بضع الاباضه، يقوم بعد حدوث الاباضه يقوم تقوم احداث البوق بالتقاط بتلقف بامساك الخليه البيضيه ونقلها الى داخل قناه ناقله للبيض. وظيفة القناة نقل البيوض طبعا هي قناة تصل المبيض أو وظيفتها نقل البيوض من البوق باتجاه الرحم عبر أحداب تتحرك بشكل مستمر باتجاه الرحم بكلتا القناتين. طبعا حيزداد حركة الأحداب في القناة التي تحتوي على خلية بيضية ثانوية. الرحم عبارة عن جوف عضلي. إذا انتهينا احنا الآن من المبيض، تحدثنا عن البوق، تكلمنا عن القناة الناقلة للبيوض، طبعا قلنا كل واحد شو وظيفته. حننتقل للرحم. الرحم هو عبارة عن جوف عضلي. يوجد أثر أسفل التجويف البطني. طبعا المبيضين يقعان، لنكون دقيقين، يقعان الجوف اسفل التجويف البطني على جانبي الرحم. الرحم تجويف عضلي يقع ايضا اسفل التجويف البطني، يتضيق في نهايته، يشكل ما يسمى عنق الرحم، يتصل من الناحيه السفليه بالمهبل. الرحم وظيفته هو مكان استقرار الجنين خلال فتره الحمل، والتي غالبا ما تستمر 9 اشهر، واحيانا ممكن ان تكون 7 اشهر. ما بس على الاغلب هي دائما تستأشر لانها الحاله الموجوده عند اغلب الامهات. بالنسبه للمهبل، اذا في عندنا عنق الرحم، اذا حبينا نقول اين يقع عنق الرحم؟ في نهايه الرحم، يفصل الرحم عن المهبل، واخيرا المهبل. المهبل هو عضو الاقتران، يوجد اسفل التجويف البطني ايضا، وينتهي بالفوهة التناسلية. هيك احنا بنكون انهينا اقسام الجهاز التناسلي الانثوي. تناولنا الوظيفة الاولى للمبيض، وهي انتاج الاعراس الانثوية. الوظيفة الثانية وهي افراز، نؤكد على كلمة افراز، الحافات الجنسية الأنثوية. مقارنة بالحاسات الجنسية الذكرية، نلاحظ أن الحاسات الأنثوية لها نفس العمل تماما. قبل الولادة أو في المرحلة الجنينية مسؤولة عن تشكل الأعضاء الجنسية أو تشكل جهاز تناسلي. بينما يكون وظيفتها عند البلوغ تكون مسؤولة عن ظهور صفات جنسية ثانوية، وهي نمو الثديين، زيادة نمو الحوض، لأن المرأة في المستقبل سوف تصبح أم، لذلك يجب أن يكون هناك متسعا لتمدد الرحم ووجود الجنين وملحقاته. نلاحظ ظهور بعض الأشعار، بعض الشعر، بعض الأماكن، نعومة في الصوت، زيادة في كتلة في كمية الشحم حول جسم الأنثى لتعمل كعازل، كنوع من نوع من العزل الحراري، لأنها كمان في المستقبل سوف تصبح أم، لذلك من الضروري المحافظة على درجة حرارتها ثابتة منعا لحدوث تقلصات للرحم مما قد يسبب الإجهاض. نعومة الصوت تقريبا وهي أيضا صفة وراثية. نلاحظ أيضا زيادة حجم الرحم والأعضاء التناسلية الأخرى.
بذلك نكون قد انهينا دور النبيض وتناولنا بالحديث عن بقية الأقسام اللي هي البوق، القناة الناقلة، الرحم والمهبل. سنتابع الحديث. بالنسبة للرحم سوف نزيد، سوف نتحدث عنه بشكل مفصل أكثر. نلاحظ أن الرحم هو تجويف عضلي كما ذكرنا سابقا، حجمه يشبه حجم الأجاصة، له بطانة داخلية. هذه البطانة تزداد بشكل دوري، زيادتها بشكل دوري يترافق مع تشكيل المبيض للبويضة. إن تشكل البويضة وزيادة مخاطية الرحم أو البطانة، هذه التبدلات مجتمعة نسميها الدورة الجنسية. إذا ما هي الدورة الجنسية؟ عبارة عن تبدلات تحدث على المبيض والرحم. المبيض يقوم بإنتاج بيوض وتحريرها كما ذكرنا سابقا خلال منتصف الدورة الجنسية، والدورة الجنسية تستمر حوالي 28 يوم. يتم خلال 28 يوم زيادة البطانة الداخلية للرحم وتزرع فيها الشعريات الدموية. لدينا حالتان. الحالة الأولى وهي إذا كانت المرأة غير متزوجة أو لم يحدث إلقاح، لم يحدث حمل، فهذه البطانة التي أصبحت ثخينة وزادت فيها الشعريات الدموية في نهاية اليوم 28 من الدورة الجنسية هي عبارة عن تهيئة لاستقبال الجنين، لا يعود لها أي داعي لوجودها، لذلك تتعرض للانسلاخ، تتمزق وتنسلخ وتنزف الشعريات الدموية، يؤدي إلى خروج سائل يسمى الطمس. والطمس هو عملية خروج البطانة الرحم المتمزقة مع مين؟ مع الدم النازف من الأوعية الدموية، وهو يدل على بداية الدورة الجنسية. بينما تكلمنا سابقا على الإباضة. الإباضة يقصد بها عملية تحرير الخلية البيضية الثانية للمبيض، وتتم تقريبا في منتصف الدورة الجنسية. إذا ما يميز الدورة شيئين، بدايتها هو الطمس إذا لم يحدث حمل، طيب لكن إن كانت المرأة متزوجة أو حدث حمل، الحمل طبعا هو تثبت في المستقبل الجنين، فهذه البطانة تستمر ولا تنسلخ إذا لا يحدث الطمس. ما تحدث ذلك إذا حدث إلقاح وحمل. إذا يتوقف عملية انسلاخ وتجدد بطانة رحمية إذا حدث إلقاح وحمل. الآن نعيد مرة ثانية بشكل تفصيلي أكثر أو بشكل موجز. تتحرر الخلية البيضية الثانوية، فإذا حدث إلقاح كما سنرى لاحقا، فإن البطانة الرحم التي زادت سخانتها تدريجيا يزداد سخانتها وتقوم هي أكثر باستقبال الجنين. أما إذا لم يحدث إلقاح فإن هذه البطانة تتمزق ويحدث النزف الذي يتجلى بخروج سائل الطمس. إذا هذه التبدلات هي ما يسمى بالدورة الجنسية. إذا هي تبدلات تطرأ على المبيض والرحم وتتكرر دوريا. تتوقف تماما، نؤكد على شيء مهم، نتوقف الدورة الجنسية إذا حدث حمل وإلقاح، تتوقف حتى حدوث الولادة. بذلك نكون انهينا جميع اقسام الجهاز التكاثري الانثوي، وسنتكلم عن رحله الخليه البيضيه منذ خروجها من المبيض وحدوث الحمل.